هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اسي مابل، دنتالي. زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون يعتبر أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين مخطئ في وصف الواقع الحالي المتعلق بتزايد جرائم إطلاق النار والتفجيرات، قائلا إنه غير مستعد لتحمل المسؤولية بنفسه. كريسترسون أشار إلى أنه من الخطأ تماما ألا يكون هذا التطور في نسب الجرائم متوقعا لدى الحكومة الحالية. تقرير لمركز الإحصاء السويدي يظهر أن السويديين الذين ولدوا خارج أوروبا وعاشوا في السويد منذ أقل من 10 سنوات يعانون اقتصاديا بشكل أكبر من غيرهم من السويديين. 70% من الأشخاص في تلك المجموعة يقولون أنهم لا يستطيعون تحمل نفقات غير متوقعة دون اللجوء إلى الاقتراض أو طلب المساعدة. رئيس حزب اليسار يهدد بالانضمام إلى حزب المحافظين في مسعاه لحجب الثقة عن وزيرة سوق العمل إذا ما تراجعت الحكومة عن خططها بجعل مكتب العمل غير خاضع لسلطة الحكومة. الحزب أمهل حكومة لوفين مدة 2 أسبوع قبل أن يتخذ قراره ذلك. الحزب الإشتراكي الديمقراطي يحتل المرتبة الأولى في أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز نوفوس بحصوله على 26% مقابل حلول حزب SD ثانيا بأكثر من 21%، فيما تعمق الفارق لصالحه بينه وبين حزب المحافظين الذي احتل المرتبة الثالثة بفارق 3.5%. مسح جديد شمل جميع رؤساء المجالس البلدية بالسويد يظهر أن أكثر من 51% منهم يريدون سياسة هجرة أكثر صرامة من اليوم، في حين اعتبر 37% أنه يمكن الاستمرار بالوضع الراهن. البلديات التي ترأسها سياسيون من أحزاب المحافظين وديمقراطي السويد والمسيحي الديمقراطي كانت الأكثر دعما لتجديد سياسة اللجوء الحالية. من المقرر زيادة أسعار تذاكر وسائل النقل العام في أوبسالا السنة المقبلة، ففي 3 من كانون 2 يناير سترتفع أسعار التذاكر بنسبة 3%. التذاكر التي تبلغ مدتها 30 يوما سيتغير سعرها من 880 كرون سويدي إلى 910 كرونات. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابل، دنتالي.